السلام عليكم. اليوم هنحاول نشرح المسألتين اللي قرأناها في العمود الثالث طريقة الحل بتاعهم. عندي المسألة الأولى اللي قرأناها في العمود الثالث اللي هي تحكي على تمين ذا بريشر اوف ذا ووتر امباير اي شون ذا فيجر. قال لك احسب الضغط في المحتوى عند النقطة A إذا كان عندي ووتر زي ما وضع عندك في الشكل. If the dish pressure, if the air in the tank is steam is high. قال لك إذا كان الضغط داخل التنك عبارة عن يقدر عندي في جيش يقدر الضغط بريشر يساوي 2 بي اس اي اللي هو باوند سكوير انش. فمعطيك السبيسيفيك ويت اللي هي جاما ووتر هي 60.4 باوند فيت تكييف. معطيك طبعا الارتفاعات داخل اليوتيوب هذا طبعا الشكل اللي اخذناه يمثل احد انواع قياس ستاتيك بريشر اللي هو نوع اليوتيوب. فهنا الاسئله تبكي على ان سائل قاعد في وضع سكون ويبي البريشر عند النقطة A واذا كان المحتوى هنا عند النقطة A ووتر وكان التانك فيه ووتر. طبعا معطيك السائل اللي هو بتاع الليكويد الجيش الاس جي بتاعه هو 9 ومعطيك طبعا في بيننا الضغط الكراع الضغط هنا طبعا هي الضغط اللي هو ضغط الهواء قيمة الكراع هنا الجيل تمثل لي قيمة الضغط بتاع الهواء اللي هي عبارة عن 2 بي اس اي. فكيف نتعامل مع المسائل من النوعية هذه؟ كل المسائل فيما شرحنا في المهارات السابقة بخصوص لما يكون الفلويد عندي حالة ستاتيك يا اما نبدا من نقطة وننتهي في نقطة تالية أو بالعكس. فهنا يجي الضغط عند النقطة A. فكيف نجيب المعادلة الستاتيك بريشر؟ طبعا أهم شيء تكتب معادلة الستاتيك بريشر وعن طريقها تقدر تجيب أي مطلوب عندك. فهنا الحل هيكون عندي ضغط عند النقطة A هذا هو المطلوب. بعدين هنطلع فوق عند النقطة هذه تصير الضغط إن لما تطلع من الأعلى الضغط حيقل بعكس ما تبدأ الضغط لما تنزل للأسفل الإشارة بتاعتك تكون موجبة ويزيد القيمة بتاعتك. طبعا هنا حيقل القيمة كم؟ عبارة عن الجامعة السائل موجود هنا مضروب في الارتفاع اللي هو 2 في فهنا ماينس 2 مضروبة في الجامعة اللي طبعا احنا عارفين الستاتيك بريشر عبارة عن الجامعة في اتش. هذه المعادله الانجينير تحسب فيها الستاتيك بريشر. فنحن هنا حنحسب الضغط هنا لما ننتقل من نقطه A لغايه النقطه هذا الضغط هيقل من مقدار جاما اتش اللي هي عباره عن غير التسلسل الجاما بتاعي اللي هي جاما ووتر طبعا سيتعامل مع ووتر مضروبه بالارتفاع اللي هي اتش في التين. بعدين من النقطه هذه لغايه النقطه هذه برضه احنا طالعين فوق حينقص بمقدار جاما اتش. طبعا هنا تغير الفلويد عندي الفلويد هنا ما عنديش الجاما بتاعه بس معطيك الاس جي. نحن عارفين علاقه الاس جي بالجاما. الاس جي عباره عن شنو؟ عباره عن جاما فلويد على جاما ووتر. فهنا نحن نشوف قيمه الجاما فلويد في هذا المحتوى داخل اليوتيوب بالميتر. فجاما فلويد لما نضغط فيه قوسين جاما فلويد هتساوي الاس جي في جاما ووتر. فهنا المعادله هتكون عباره عن الجاما ووتر مضروبه في الاس جي اللي هي معطيه 0.9 على كده عشان نجيب الجاما بتاع الفلويد مضروب طبعا في الارتفاع اللي عندي اللي هو يمثل 4 فيت. بعدين النقطه هذه بتنظرها النقطه هذه على نفس الليفل. بعدين من النقطة هذه للنقطة هذه يصير الضغط احنا نزلنا للأسفل هيزيد مقدار جاما في اتش. طبعا من هنا لهنا هيزيد مقدار جاما اتش. الجاما اللي هي كاتب لي السائل اللون الأزرق هذا عبارة عن جاما ووتر مضروب الارتفاع هذا، الارتفاع هذا عبارة عن 1 فيت معطينا هذا كله هيساوي الضغط هنا، الضغط هنا شو يمثل؟ على سطح الووتر يمثل لي ضغط البي اير هذا كله حيساوي البي اير والبي اير طبعا معطيني هي قيمته 2 بي اس اي. هذه هي المعادله للسي بتاع الستاتيك بريشر. المعادله هذه في مجهول واحد اللي هو يمثل لي البي اير. فنبي نعرف قيمه البي اير. بي عند النقطه سوري عند النقطه اي اللي هو مطلوب عندك يبقى الضغط عند النقطه اي. الضغط عند النقطه اي
هتمين ذا بريشر باي ايه. فنبدا قيمه البريشر اللي نحطها ايه هتساوي طبعا هنلاقي كده هنقول ان الطرف الثاني بيشرع مخالف. فهذه ناقص جاما ووتر 2 تبقى موجب جاما ووتر 2. هذه برضه زائد جاما ووتر بوينت 9 في 4. هذه بشارة مجرد تمشي من الطرف الثاني بشارة سائلة جاما ووتر في 1. وهنا طبعا عندي يعني ضغط بلس هنقلل الطرف الثاني للطرف الثاني زائد البي اير البي من بتاع ضغط الهواء. فإذا البي اير هتساوي المقدار خلاص تعود تعويض مباشر تقييم عندك الجاما ووتر معطيها هي 62 بوينت 4 مضروبة في 2 بلس جاما ووتر 62 بوينت 4 بوينت 9 بوينت اللي هي 4 ماينس جاما ووتر اللي هي 62 بوينت 4 في 1 زائد بي اير. بي اير طبعا هنا معادلتي 2 بي ساين 2 بي ساين اللي هي 2 باوند سكوير انش 2 بي ساين. طبعا عارفين ان بي ساين عباره عن اي بي هو باوند سكوير انش تربيع لوحدها في انش تربيع وانا الوحده عندي بالفيت. فكل القيم هنا عندنا بالقيم بالفيت هذه الوحيدة بالانش لازم نحولها بالفيت. فانا طبعا نظريا عارفين ان الفيت يساوي 12 انش وهذا طبعا تربيع. فانا بدي نحول الانش للفيت هنقسم على ال 12. لكن انا عندي انش تربيع فنقسم على 144 هي 12 في 12 هي تربيع ال 12. فطبعا هذا المقام نحول من انش للفيت هنقسم، لكن هنا قاعد في المقام هنضرب، فهنا عباره عن تضرب في 144 عشان تحولها من باوند انش تربيع الى نعدلها باوند فيت تربيع. القيمه هي هتساوي حوالي 575 باوند للفيت تربيع. هذا الضغط عند النقطه A. هذا هي هذه المسألة كل المسائل بهذه الطريقة. نجول للمسألة اللي بعدها. نبدأ في المسألة الثانية من المورك الثالث. قال لك ووتر اويل عندك مية واويل أنا نون فلويد مع فلويد غير معروف. ار كونتين ان ذا فيرتيكال تيوبس يعني محتويات عندي فيرتيكال تيوب عمودي زي ما وضع الشكل ديتيرمين ذا دنسيتي اوف ذا نون فلويد. يبقى قال لك احسب قيمة الدنسيتي اللي هي الكثافة بتاع النون فلويد اللي هو الماء غير معروف. طبعا معطيك اف جاما ووتر 62.4 بار مليون في تكهين اللي هو المحتوى النموية معطيك الجاما بتاع قيمتها 62.4 بار مليون في تكهين. طبعا هنا نظام الوحدات زي ما شايفين هذا ارتفاع 1 فيت هذا ارتفاع 2 فيت وهنا ارتفاع 1 فيت. طبعا الارتفاعات كلهن بالنظام الانجليزي اللي هو الفيت. طبعا المحتويات اللي بتعرفها المحتوى هذا اللي هو الانفلويد هو المحتوى اللي هو المطلوب الدس بتاعه. وهنا طبعا قيمة السائل الموجود هنا عبارة عن ووتر. طبعا السائل الفلويد الموجود هنا عبارة عن اويل معطيه الجزئين بتاعه بوينت 9 مش معطيه الجام بتاعه بس معطيه الجزئين بوينت 9. فكيف نجيب قيمة الانون دنسيتي الانون فلويد اللي هي قيمة الرو هنا زي ما انتم عارفين ان هنا لازم نعرف ان الفلويد في حالة سكون ستاتيك. فكيف تعرف معاه لازم نكتب معادلة الستاتيك بريشر. قلنا دائما يا اما نبدا من نقطة وننتهي من نقطة او العكس نبدا من النقطة هذه ونبدا وننتهي من النقطة. طبعا هنا مفتوح اذا كان هو مغلق هيكون في قيمه للضغط يعطيها قيمه ثانيه يركب لك بيجي بريشر هنا ويعطيك قيمه الضغط. لكن هو هنا في المساله مفتوح معاه من اول شغل فهنا في قيمه للبي 0 قيمتها 0 وهنا البي 0 تساوي 0 قيمه الضغط هتترجم مع الضغط الجوي. فنبدا من النقطه هذه مثلا ونمشي في النقطه هذه. فهنا نقول بي 0 هتساوي النقطه هذه لما نقطه النقطه هذه هيزيد الضغط لان يعني هتزيد تحت بمقدار جاما اي اتش. جاما هي جاما اويل مضروب في الاتش الارتفاع هذا
الارتفاع هذا عباره عن معطيك الارتفاع هذا قيمة توتال هذا باثنين وهذا واحد يبدا ثلاثة، ثلاثة تطلع من واحد يعطيك القيمة هذه، فاللي هي عبارة عن ثلاثة ماينس واحد تعطيك اثنين في، إذا القيمة هذه ارتفاع هذا هو عبارة عن قيمة الارتفاع الكلي ثلاثة ماينس ارتفاع هذا يعطيك القيمة هذه تساوي اثنين في. جاما وي مضروب في الارتفاع هذا يطلع لي 2 فيت. بعدين من النقطة هاي هننتقل للنقطة اللي هو على نفس الليفل. الضغط هنا هيساوي الضغط هنا، ليش يساوي بعضها؟ يعني على نفس المستوى. بعدين هننتقل من النقطة هذه للنقطة هذه. شو يصير الضغط؟ هيقل لأن احنا نزيد تحت زيد، لكن لما نطلع فوق هيقل مقدار جاما في اتش. الجاما اللي هي السائل الممتنع عبارة عن الوتر ماينس، عرفنا مش ماينس نحط عليه فوق النقطة هذه، هندخل النقطة هذه حيكون مقدار جاما ووتر في اتش هو الارتفاع هذا اللي هو نص المسافة، نص الاثنين عبارة عن واحد في. بعدين من النقطة هذه لغاية آخر شيء اللي عم نتعرف هو شو برضه نحط عليه فوق حيكون مقدار جاما الناون فلويد اللي هو جاما كان فلويد اللي عندي مضروب في اتش اللي هو ارتفاع حط قيمة ارتفاع عبارة عن واحد، هذا كله حيساوي الضغط هنا اللي هو نحن سميناه بي زيرو. هيك كتبنا معادلة ستاتيك بريشر. أهم شيء في المسائل من هذا النوع إنك أنت تعرف كيف تكتب معادلة الستاتيك بريشر صحيحة بالمعطيات اللي عندك على طول ما تقدر تطلع اي مطلوب عندك في المساله. طبعا البي زيرو هنا هتمشي مع البي زيرو. فهي عندي جاما اوت 2 ماينس جاما اوت 1 ماينس جاما النامون فلويد مضروب في 1 هذا حيساوي الزيرو. جاما اوت ما عنديش بس عندي اس جي وعارفين علاقه الاس جي طبعا بالجاما، يعني عارفين احنا الاس جي تساوي جاما فلويد على جاما ووتر نضرب طرفين بوسطين، إذا جاما فلويد أي فلويد عندي هتساوي الاس جي في جاما ووتر هذه جاما فلويد. فأنا الجاما بتاع الأوي تساوي الاس جي في جاما ووتر، الاس جي معطيني قيمتها بوي 9 مضروبة جاما ووتر اللي هي 62 بوي 4 مضروبة بالارتفاع اللي هو 2 ماينس جاما ووتر 62 بوي 4 مضروبه في 1 ماينس الجاما الناين فلويد جاما الناين فلويد تساوي جاما اللي عارفين جاما الناون فلويد شنو عرفتها في الدنسيتي هتساوي رو الناون فلويد في جي على جي دي في عارفين البالون في الشابتر الاول عارفين قيمه الجاما الناون فلويد تساوي رو دنسيتي في على جي دي في فهنعوض هنا الجاما الناون ليش حطيناها رو؟ لانه هو المطلوب اصلا في المسكة يبقى قيمة الدنسيتي، فتجد رو الناون فلويد في جي على الجاذبية مضروبة في واحد هذا كله حيساوي الزيرو. إذا المعادلة كلها في مجهول واحد اللي هو قيمة الرو اللي هي الناون فلويد. حنقلها طرف ثاني بشكل مجمل تجد عندي بوينت 9 مضروبة في 62 بوينت 4 مضروبة في 2 ماينس 62 بوينت 4 بواحد اللي هي 62 بوينت 4 هذا كله حيساوي رو الناون فلويد في جي في واحد طبعا بواحد. تجد عندي قيمة رو الناون فلويد هتساوي قيمة ديلا مقسومة على الجي تجد بوينت 9 مضروبة في 62 بوينت 4 مضروبة في 2 ماينس 62 بوينت 4 على قيمة الجي أنا عايش الجاذبية في النظام الإنجليزي هي 32.2 تحسب القيمة بتاعها هتطلع لك الرو فلويد أو الرو النون فلويد هو الدس بتاع الكثافة بتاع الفلويد الموجود هنا هتطلع حوالي 1.55 طبعا عارفين احنا قيمة الدستي في النظام الإنجليزي عبارة عن مصدر بير فيت
تمام.